مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند مصطفى والزوجة ديالو. مصطفى ونادية مزوجين أكثر من 30 سنة، عندهم 4 ديال الوليدات. الولد الأول عنده 29 سنة والابنة عندها 24 سنة. الابن الوليد زاد عندهم تبارك الله مستوى عالي في القراية، وصل الإجازة وله طموح. الابنة فات الإجازة ولا طموح، وهي كتهي في الماستر الآن، ولكن العائلة الوضع ديالها ليس على ما يرام. هنا كيتطرح سؤال، أين هو المشكل؟ أخطاء الأب كيدفعوا فيها الأبناء الثمن، كيفاش تبعوا معايا؟ نادية، نادية والله العظيم إلى قصة للعبرة وفيها إفادة للناس، وهذا الفيديو غيتبارطاجي بين الناس أن نستفدوا فيه. تزوجتي انت ومصطفى 30 عام، عندكم 4 الوليدات، الولد الكبير كما قلت عنده 29 عام، والبنيه 24 سنة، وصلوا تبارك الله مستويات عالية في القراية، اللهم بارك، ولكن حتى مؤسسة في المغرب ما بغاتهم. علاش؟ هو اللي غنشوفوا الآن، عاودي لي من الأول. تزوجت أنا ومصطفى دابا 30 عام، تزوجنا في 93، ولدنا وليدات، كافحنا معاهم باش ما كان، هو ما كملش قراية، أنا ما كملتش، كنا وليداتنا هما كلشي. كافحنا، كبروا، تخرجوا، بداو كيدفعوا في لي كونكور. دوز هو البوليس في 2018، مشى دوز البوليس كتابي نجح، عيطوا ليه، مشى لبورقنادل، دار الجري، دار بسيكو، شفاوي، جا شويه عيطوا ليه قالوا لي غتجي تسيني ورق البحث. في 2019 مشى سينا ورق البحث، جا عادي، دوز واحد الربع شهور بداو كيعيطوا عليه الولايه، كيمشي يجي كيسولوه، با كاش كيخدم، اما كاش كدير، شحال ديال خوتك، المستوى الدراسي ديالهم، جيب لي كارت ناسيونال ديال العائله ديالك كامله، خوالك، عمامك، كلشي. داهم بقى هكاك تقريبا، غادي جاي غادي جاي، حتى 2020 مشى، جا عندي كيبكي، قلت ليه مالك؟ قال لي واش بابا ندوز الحبس؟ قلت ليه لا. قال لي لا ما يمكنش، رانا ماما دخلت قال لي الولايه عند المدير ديال الاستعلامات، راه قال لي شوف اولدي راه البحث عليك نقي، وما عندك حتى شي حاجه منين نشدوك، كل شيء عندك هو هذاك، ولكن راه الاب ديالك هو اللي البحث ديالو خايب. دابا حنا بغيناك انت، ما بغيناش باك ولا تزيرو وزيره وزاره اخرى، ومهما كان مادام وصلك حتى لهذا المستوى موقيلا ولدي بقى تيبكي. قال لي لا، افتخر بيه، هذاك راه باك، وصبر، راه الملف ديالك غادي يمشي للرباط عندك البحث المعمق. صافي جا قالها ليا، ملي قال ليا ما لقيت ما نقول. صافي ديك الساعه اعرف شويه، عرفت الدريه حتى هي، دابا ما بقاتش بغات تدوز تا كونكور، قالت لي تنشوفوا هذا شنو غادي يديروا معاه، انا ما ندوش، ولا حتى هي خايفه. صافي هادشي اللي كاين. دازت المده، دابا دوز عاوتاني اداره السجون، دوز إدارة السجون في شهر جوج، جا هو الأول على صعيد ديال كازا، وهو الثالث على صعيد الجهة. مشى عاوتاني للرباط، دار الرياضة، جا وقيلا هو 14 ولا 15، المهم منين جمعوا النقطة ديال الإستحقاق جا هو 24، وطالبين 150 واحد. دوز واحد المدة، مشى لتيفلت، مشى دوز بسيكو، دوز الشفاوي، قال لي ميسر اللجنة، وهضروا معايا مزيان، وجميع الأسئلة جاوبت عليها، لدرجة أنه قالوا لي ها هو مبريباري واجي، حيت كان كيتريني وحبس لاصال. قالت لي السيدة علاش حبستي لاصال؟ قال لك كان بريباري ليكم. قال لي واجي جي مني بريباريتي لينا اجي. صافي بقاو كيسولوه، عطاوه لاكارت، قالوا لي الله يعاون. نهار الأربع كيتسنى حتى كطلع النتيجة أنه ما داش مع الدراري اللي كانوا معاه، ولقى راسو في لجنة سميتو لائحة الانتظار، وهو 299، حيت كيديرو 150 اللي نجحو، 150 كيتسناو، لقى راسو هو اللخر. صافي بقى كيبكي كيبكي، قالك علاش معلمتينيش صنعة، علاش خليتيني قريت، كذبتو عليا، قولوا لي راه بابا عندو المشكل، انا كنت قلتو ليا في الاول كراني تعلمت، دابا 29 عام الفرص ديال الخدمه بالنسبه ليا كتقل، وانا داير القانون، عندي الاجازه في القانون، يعني قال لي الدومين ديالي غير هادشي، يا محاماه يا قضاه يا بوليس، هادشي هذا هو الدومين ديالي. صافي ما لقيت ما نقول ليه، صافي سكت. ما الوضع ديالو دابا كي داير مسكينو؟ ازم ازم لواحد الدرجه ما تصورش، وخصوصا البارح التحقوا،
البارح مشاو الإفران وما كانوا مجموعة، كانوا 5 ديال الدراري كلهم ولاد كازا، وكلهم تهزوا كيمشيو مجموعين كيكريو مجموعين فما كيكون شي سميتو كيمشيو، وهما كلهم تهزوا إلا هو. البارح أنايا مع الفجر لقيتو كيبكي، قال لي راه اليوم ماما التحقو، دابا كرة غادي الإفران اليوم الصباح، قال لي كرة كيترينيو. اش نقولك، ما عرفش هذاك الدري ألمني ألمني بزاف، كيدفع أخطاء هو ما عنده فيه حتى شي حاجة، لا هو ولا الدرية. دابا هي تتقول لي ماما اش ندير، ندير التمريض ماما ندير التعليم، يقولي لي اش ندير. انا قلت لي كنبغي هاد المهنة، انا ما كرهتش نكون محامية، والدرية تبارك الله عندي قافزة، يعني قافزة بزاف ذكية لواحد الدرجة ما تصورش. ملي كانت كتقرا كانت كتجي هي الاولى. قلت لها انا هزيت يدي، اللي بغيتو ديروه ديروه، انتم بارسين حدايا كتاكلوا كتشربوا من غير هادشي، انا ما نقدر نقول لكم والو، اللي بغيتو ديروه ديروه. صافي درنا تظلم، درنا استعطاف. غير البارح مشى عاوتاني هو وباه بغاو يقابلوا السي الحمو شي ساعه، ما قابلوش، مشاو لسميتو المندوبيه ديال اداره السجون، دفعوا تظلم، دفعوا عاوتاني تظلم لهيه، داك العام دفع تظلم، دفع استعطاف، ما كاين حتى شي حاجه. حيت دابا هو من المشكله هو كثر تيقول لي انا ما نصحبش ولادي غادي يكبروا وغادي يوصلوا لهذا المستوى. قال لي شنو ندير؟ واش قال لي نمشي باش يقولوا الى البحث يقولوا با ميت ولا با سامح فينا وما كاينش، يعني ديك الساعه حيت غيتعاطفوا معايا، حيت انا منين كانوا كيبحثوا ولدي عيطوا واحد المره وما لقاوش ولدي، قال لي ولدك بالاسم ديالو، قلت ليه مشي يصلي كان مع الظهر، قال لي ماشي مشكل نهضروا معاك انتيا. بقيت يسولني شحال عندك ديال الوليدات، خوتك اش كيديروا، رجالاتهم سميتو واش مجوجه ولا مطلقه، قلت ليه لا راه مجوجه، واش الاب معاكم في الدار، واش كيجي للدار، قلت ليه اه. بحال هاد الاسئله كيسول، يعني ولا تيقول لي واش نتفرقوا وقولي مطلقه، الا قلتي مطلقه راه يمكن يقبلوهم. دابا انا قال لك انا هو العائق اللي كاين، وانا قلت ليه لا، وهو ولدي براسو قال لي لا، قال لي بابا هاد الهضره ما تقولهاش، قال لي انا نفتخر بك، انا قال لي واخا ما نخدمش ماشي مشكل. هو دابا مره كي واحد المره خرج قال لي ماما غنمشي نقلب على خدمه، ما جيتيهاش من الوقت. قلت ليه فين كنتي تعطلتي لا غدا لا والو؟ قال لي خدمت مع واحد السباغ. قلت لي كيفاش السباغ اش درتي ليه؟ قال لي قشرت الحيط. قلت لي كيفاش قشرتي الحيط؟ قال لي قشرت الحيط هو تيسبغ. قلت لي الله يا وليدي الله، انت تقول لي قشرت الحيط، كي درتي لك الحيط قشرتي؟ قال لي لا راه وراني. ولا دابا مسكين باغي يتعلم الحرفه هو. ولا باغي يتعلم الحرفه. قال لي كون غير دخلتيني لشي سونتر كون، قال لي تعلمت، قال لي شحال من واحد كان كيقرا معايا ودار السونتر وراه قال لي خدم. انا قال لي بقيتو عليا قرا 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 هالعصا تفيق بكريها، ومع ذلك قال لي في الاخر ما كاين والو. ورغم ذلك قال لي شوفي انا راه نفتخر بابا، قال لي هو كلشي. ملي كيبقى يبكي كيبقاو كلهم كيبكيو، كتولي بحال الكنازه في الدار كلشي تيبكي. والله ما عرفت اش نقول لك. والله مشاهدينا الكرام، انا قلت في الاول انه قصه تستحق النشر وتستحق التتبع، لان هذه عائله تروي كيفاش كتعيش هذه العائله. حتى واحد ما تيتوقع غداش غيكون اخطاء الاب، كان عنده سوابق في الاول فيها تجار في مخدرات، من بعد كانت عنده واحد سابقة اخرى فيها شهر حوالي اعتقد 3 ولا 4 ديال السوابق، في مات كما كنقولوا السيبة بالنسبه ليه هو ولا مبالات، كان كيتاجر في الخمور، ولكن عطاه الله عز وجل وليدات من اروع ما كان، قراو هما كيدفعوا الثمن في اخطاء الاب. انا كنتكلم هو يدرف الدموع سي مصطفى. اش نقول لك، اش نقول لك اخويا، ما عرفتش نقول لك. كنطلب من الله سبحانه وتعالى وصاحب الجلاله والحموشي والسي تام كينظر ليا، قال ما كناش واش انا درت واحد الخطا، والابناء ديالي ودوز داكشي اللي قسم الله وعفى لي الله، وتبعت التجارة وكبرت ولادي وقريتهم وصارت عليهم وضربت عليهم تمارة باش يقراو باش ما يوقعش ليهم
نفس الخطا اللي وقع لي انا حيت انا كبرت يتيم، مات الاب ديالي وني يتيم، ما عندي ما ندير، ما تبش نخدم، ماش ندير، عندي الباكالوريا ومات با وخلانا حنا صغار. ولا اله الا الله محمد رسول الله، كنطلب من الله ومشي مشي اخواني وقفوا معانا وشوفوا هاد القضيه اللي حنا فيها. راه والله ما كننعس بالله، والله يمكن نعس ما عرفتش بعض المرات، راه كل ما كان الله وكنخاف من الله غننتحر. هادشي اللي بان لي، علاش ما عنديش الوجه نشوف ولدي كنشوف فيه كيبكي، كندخل بعض المرات كنجي مع الخدمه مع 11 ديال الليل كيبان لي الدري في عينيه كنشوفو كنعرفو كيبكي. واش غادي نقول لك اخويا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انا راني دوزت، واش نقول لك؟ كون ما كون رجع الزمن، رجع بيا الزمن، ما نديرش، ما نقدرش نوصل لذاك الشيء اللي درت. وكنطلب من الله سبحانه وتعالى والمسؤولين ينظروا ليا شي نظره ديال الرحمه والشفقه. قولي لي اختي اللي بغيتي. ما عرفتش انا، ولادي ألموني وطيحوا فيا النص، كتشوفهم قراو وانا انا كنت قبيحه في ولادي، كنتبعهم المدارس نديهم نجيبهم يقراو، نمشي نسول تعطل غير قسم ديال الطريق نتبعو، يعني دايره لهم واحد الزيار ما كاينش. والحمد لله عمرهم ما سقطوا، عمرهم ما جابوش شي نقطه. انا بنتي كانت كتجيب 14 وتنسلخها، كنقول لها لا انا عارفه المستوى ديالك تجيبي اكثر، وفعلا واحد العام جابت 14 وسلختها، ومن بعد جابت 18، يعني كانت من المتفوقين. الدري الصغير اللي عندي دابا تا هو بكالوريا تا هو من المتفوقين، يعني تبارك الله ولادي كيقراو وانا مزيراهم ما نقولش لك. ولكن قدر الله وما شاء فعل، ما كناش كنصحابو. موقف صعب، موقف صعب، صعب بزاف بزاف انك تشوف ولدك قرا وبارك حداك. نقولوا البنت لابد ما غادي تتزوج تقرا ما تخدم ما تخدمش، ولكن هو الولد وعنده 29 عام وتيموت على شي حاجه سميتها قانون، تيموت عليها، حافظ الفصول، حافظ كلشي كلشي ما نقولش لك، يعني عنده درايه بالقانون. وتبارك الله طويل، راه فيه متر و83، كيتريني، يعني ما تختار من انا حتى انا ملي كتشي مرا كتجي عندي وكتكون شكون، كنقول لها الله يعطيك شي وليد بحال ولدي، والله العظيم الا تنقول لها تنقول الله يعطيك شي وليد بحال ولدي. الله يستر لك يا ربي، والله يفرج عليهم يا ربي. والله العظيم انا في هذا الفيديو، فيديو صعب والله ما عرفتش نسول فيه. تفضل. اللي بغيت نقول لك هو بانني مشيت للاداره ديال العامه ديال الامن الوطني شي 5 مرات، كنتسنى السي الحموجي، بغيت نتلاح ليه على رجليه نطلبو نقول له يشوف من حالتي، وما كنلقاهش. ولا دفعت التظلم للسي الحموجي وكنطلب من الله سبحانه وتعالى والحموشي الله يرحم ليه الام ديالو ويرحم امه محمد اجمعين، انظر ليا لهذا الاب هذا اللي كيتعذب، هذا الاب ما كاينعش. وراه السي الحموشي تو عنده الاولاد ويعرف يدير ما عرفتش نقول لك. الله يرحم لك الوالدين السي الحموشي، الله يفرج عليك. مشاهدينا الكرام، انا والله ما قدرت نسول، لانه واش تزيد الطينه بالله عشان تنسول علاش؟ لان فذلك وكان عليك واللي فات فات. أخطاء مصطفى، الوليدات كيدفعوا فيها الثمن الآن. هناك منهجية في المؤسسات ديال البحث في الأصول وفي العائلة، وهنا كيتفتح باب. هل يمكن معالجة هذا الموضوع؟ يكونوا فيه جمعيات حقوقية في الموضوع، يكون فيه ناس برلمانيين اللي كيشرعوا لنا في القوانين البحث بدقة، لأنه هاد الشباب أنا اللي ألمني بزاف والله العظيم. كلام كان وراء كان في الكواليس، هو داك الوليد كيقول لي كان عندي واحد العهد بيني وبينه، هذا الاب والام تيفيق مع السبعه، وكل شيء تيشوف الفيديو كله كيشوف وليداته وكيشوف عائلته وتيشوف كيفاش كيقرا، وعنده واحد كاين واحد لوبجيكتيف، كاين واحد الهدف خصنا نوصلوا ليه انه يحقق النتيجه ويجيب. الولد توفق خدا الاجازه، ولا دابا تقلبت الصوره، ولا الاب كيشوف راسو صغير قدام الابن لانه كيطرح سؤال شنو ذنبي. هذه اسره كتعيش في وضع صعب، وهنا دائما كنقولها النداء لمن هم في محط صنع قرار، ارجوكم بحث بدقه ومعالجه الموضوع فيما هو انسب،
لا يمكن أن أصدر أحكاما أنا أو أي شخص في الموضوع، لأن المؤسسات المنهجية محكمة وتعلم جيدا أبعاد هذه الأمور، ولكن يجب مراجعة هذه القرارات حتى لا يقع ذاك الشاب يوما ما في أخطاء ما دارهاش هو، وهذا هو أصعب الأشياء. بطريقة محكمة ممنهجة، أب لو أخطأ قديمة الأبناء كيدفعوا الثمن، أي كيتكلم وأنا حسيت به وحسيت حتى بالأم وكنشوف هذاك الولد قرايه ولا تيقلب على حرفه، أمور واضحة. مشاهدينا الكرام أرجوكم هذا فيديو بارطاجيو على نطاق واسع، وأتمنى أنه شي مسؤول يشوف هذا الفيديو وتكون بادرة خير، وهذا هو دورنا إيصال صوت من لا صوت له حتى تتم معالجة المواضيع بطريقة ممنهجة بطريقة محكمة من أجل الوصول للداء أين هي مكامن الخلل في الموضوع. هاد الوليدات ما يضيعوش، ممكن هاد الشاب يكون توفق في المحاماة ولا في أي مجال، ممكن يكون في محط صنع قرار يوما ما، وهذا هو الجيل الصاعد اللي في 2023 اللي تنتمنوا فيه الخير، ولكن الأب وضعه صعب. جميع الحلول كلها ما لقاش شنو يدير وما عرفش، وانا صراحه اتكلم وانا جد مرتبك لان حسيت بالعائله والوثائق مقدامي، عنده الاجازه قراها مزيان، كما كنقولوا الابن توفق على الاب، والاب لقى هو السبب في الخطا القديم والمؤسسات لها وجهه نظر اخرى. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.